نمسك نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إيجاد متحف لعمليات البث. نقوم بالضغط هنا على تطبيق فيسبوك، بعد سوف نقوم بالضغط هنا، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على مركز الحسابات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على المعلومات الخاصة بك، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على سجل عملية البث، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على احتفاظ بعملية البث لمدة افتراضية، نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تأكيد، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح كل عملية البث، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح كل عملية البث، وبهذه الطريقة.